السباك ده جه عمل ايه بالظبط؟ كان بيغير حنفيه المطبخ، كانت بتخر. ما الحنفيه زي ما هي في المطبخ، لا اتغيرت ولا حصل فيها حاجه. يمكن يا سيف غير لها جلده ولا حاجه. انا دخلت المطبخ لقيت الحنفيه سليمه. في حاجه دي؟ لا مفيش حاجه دي. والسباك ده عدد ايه بالظبط؟ تقدر تقول كده 10 دقايق، ربع ساعة. وبعدين ايه؟ انت بتشك فيا انا والسباك ولا ايه؟ اتجننتي ولا ايه؟ اولا انا ما قلتش كده، وبعدين انا واثق فيكي وفي اخلاقك، في اسهام، وانا لسه عارفك امبارح ولا ايه؟ ما انا عارفه ان انت واثق فيا، مش ده اللي مزعلني، اللي مزعلني ان انت مش واثق في نفسك. تتهبلتي ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عارفه انت بتكلمي مين؟ انا سيف الحديدي. انت عارفه انا بيسموني ايه في الوزاره؟ الثقه بالنفس ماشي على رجلين. اديك قلتها، ماشي على رجلين، يعني ساعه كده وساعه كده، يعني مش راسيه كده على حال. الخوف بقى لا تروح ما ترجعش. تروح ما ترجعش؟ انت تقصدي ايه بالكلام ده؟ انا ما قصدتش حاجه. بقولك يا سيف، انا مزاجي النهارده رايق، مش طالبه معاك ان انا خالص خالص. استني هنا، انت رايحه فين؟ راح فين؟ راح اخد شاور. لا والله، واشمعنى بقى دلوقتي او النهارده عايزه تاخدي شاور؟ ايه ده؟ هو الشاور بقى له مواعيد عندك؟ ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. اهلا، ازيك يا سامي؟ عامله ايه؟ ازيك يا عليا؟ يا ترى ماما موجوده؟ اه موجوده، اتفضلي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي اتفضلي. ها يا حاجة، أخبارك إيه؟ طمنيني عليك. الحمد لله زي الفل، ولا يا حماتي؟ الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. أنت مش كنت نازل يا مرزوق ولا إيه؟ آه، هشرب بس كوباية شاي معاك وكده وبعدين أتكل على الله. بطة، أعملي شاي لخطيبك. حاضر يا أم، تشربي إيه يا حبيبتي؟ لا لا لا، ميرسي، أنا جاية في السريع وماشية على طول. لا ده كلام، أنا هعمل لك شاي. يا ريت يا حاجة لو نبقى على انفراد. على انفراد ليه؟ مفيش حد غريب هنا، كلنا اهل وستر وغط على بعض. ايوه بس يعني ما تخافيش، مرزوق ده يبقى خطيب بطه بنتي، وبعدين ده صاحب ادم قوي. طبعا يا حماتي، انا في ديكو برقبتي، بس انا عايز اعرف الاستاذه عايزه ايه بالظبط. ادم عايز يقابلكم. ادم طلب مني احدد معاكم ميعاد ومكان للمقابله. يعني هنروح له في المكان اللي هو مستخبي فيه؟ لا، هو هيجي لكم في المكان والزمان اللي انتوا تحددوه. اه بس اكيد يعني مش هنقابله في مكان عام، لحسن لا قدر الله ينكشف. يستحسن يكون في بيت طبعا. ايوه بس البيت هنا ما ينفعش، البوليس اكيد مراقب البيت ومستني وصول ادم في اي لحظه. خلاص، في بيت حماتي، بيت متداري وبعيد عن عيون البوليس. تمام كده، اديني بقى العنوان عشان ابلغه بيه. قولي له في بيت حمات اختك ساميه، هو عارفه. طيب تحبه امتى يا حاجه؟ خير البر عاجله، يا ريت بكره. ادم وحشنا قوي وعايزين نطمن عليه يعني. خلاص، بكرة الساعة 2 الظهر هيكون في الميعاد والمكان اللي حددتوه. يا رب يا رب يجيب العواقب سليمة. قادر يا كريم؟ يا رب يا رب. طيب أستأذن أنا بقى. وأنا كمان عشان عندي شغل. إيه ده؟ الشاي مرزوق؟ اشربيه أنت يا بطة. يلا اتفضلي يا أستاذة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خليتيها تفتح السيره قدام مرزوق. الله، وفيها ايه يا بنتي؟ مرزوق ده يبقى جوز اختك بطه وستره غطى علينا ومش ممكن يفكر يزينا. يما ما تنسيش ان مرزوق ده امين شرطه. ايوه بس مش ممكن هيفكر يزينا ابدا. جرى ايه يا ساميه؟ تشك في مرزوق؟ الاحتياط واجب يا اختي. ده يمكن مع عبده جوزك، بس مرزوق ابدا، ده جدع على كل الجدعان. بعدين بقول لك ايه يا ساميه، اذا كنا امنناه على بنتنا مش هنامنه على سرنا؟ الو سمر، انت فين؟ لا انا زهقت. لا معايا بس مش عارفه الفه. بقولك ايه، هو مفيش منه ملفوف؟ طب تمام، خليكي بقى معايا كده واحده واحده وقولي لي اعمل ايه بالظبط. انا معاكي. تمام. لا انا بقالي ساعه محتاسه.
كده اوكي ماشي تمام. ايوه أكلمك بعدين. وكمان يا باشا البت اللي اسمها عليا الصحفية دي راحت زارت أهل آدم وقعدت عندهم حوالي ساعة وبعد كده نزلت. الله، وإيه اللي يوديها هناك؟ مش في أمر من النائب العام بحظر نشر في القضية دي تماما؟ أيوة تمام سعادتك، بس ما تنساش إنها زميلته في الجامعة، يعني ممكن تكون راحت تطمن على والدته ولا حاجة. في ايه يا شنبي؟ وانت معانا ولا معاهم؟ انا مع العقل سعادتك، والعقل بيقول ان احنا لازم نقلب الموقف من جميع الزوايا عشان نوصل لاستنتاج صحيح. يعني حضرتك تقصد ان انا ببص للمواقف من زاويه واحده. والله يا شنبي يعني ومنكم نستفيد. لا يا باشا العفو، انا ما اقصدش والله، انا كل اللي انا اقصده ان انا بفكر بشكل مختلف عن سعادتك. يعني انت تقصد ان انا بفكر بشكل غير متحضر. جرى يا سيف بيه، انا ما اقصدش اي حاجه من اللي انت بتقوله. انا اللي جرى ايه برضه يا شنبي؟ ما تاخد بالك من كلامك. الو، ايه يا مرزوق؟ بتقول ايه؟ ليك معايا. في بيت حمات سامي اختها الساعه كام؟ تمام. عارف انا العنوان ده. مرزوق، أول ما آدم يوصل تديني رنة، هكون عندك في ثانية، مفهوم؟ مرزوق، خلي بالك أنا ما بحبش الهزار. مع السلامة. فرجت يا باشا. عايزك تبقى جاهز الصبح أنت والرجالة، عايزين ندخل نجيب الواد ده في دقيقة. مرزوق اتفق معايا أول ما آدم هيوصل عنده هيديني رنة، مفهوم؟ اوعي نتأخر يا بط. ما تقلقيش يا هنا. امال خالتي صبره فين؟ سبقتنا هي ويحيى عند سامي. انت متاكده انه هيجي؟ باذن الله ان شاء الله كلنا هنشوفه، ما تقلقيش بقى. طب هي حماد ساميه ساكنه فين؟ يا بنتي هنا في ابو العيله اخر الشارع، وانت ما تعرفيش. بنت هنا انت رايحه فين؟ انا رايحه معاهم عشان نجيب الكهربائيات عشان جهاز بط. كهربائيات يوسف جه امشي الجار على فوق. ليه كده بس يا عم الحاج؟ ما تسيبها تروح تتفرج براحتها، دي حتى عروسه وعلى وش جواز. انت مال امك تتدخل ليه بيني وبين بنتي يا رخي؟ انا بس يعني قلت. بس يا مرزوق اسكت. يلا اتفضل على فوق. اطلعي يا هنا، اطلعي اسمعي كلمه. انت هتستاذني منها بنت وانا واقف؟ يلا جري قدامي. يلا يا مرزوق. حاضر يلا يا بطل.